بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 116 نجوم FM. علمني الله أن أحب بلا شرط ولا قيد، ولكنه جعل لك في قلبي مكانة أرفع وأثمن من الحب ذاته. مستمعينا أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا ونجوم وهواك. حلقتنا زي ما تعودنا كل يوم حد بتبقى حلقة مفتوحة من القلب للقلب، هندردش وناخد رأي بعض في كل مشاكلنا، وهنقرأ رسائل وهنستقبل تليفونات ونسمع بعض ونشارك بعض في كل مشاكلنا. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0100. مساء الخير، تحياتي من رجالة النقل التقيل وسلامي للمهندس سامي العزب، تحياتي ليكوا ولكل رجالة النقل التقيل السهرانين على الطريق. أولا صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل برنس الإذاعة وصوت الحب المحبوب أسامة منير. ثانيا عايز أقول يعجبني فيك دايما كلامك وردود أفعالك على مشاكل الناس، شخصيتك الجذابة، إنسان محترم ودايما في ربنا يخليك دايما في نجاح ومتألق بجد، انت والله اسطوره لا تعوض. يا عم بشكرك على الكلام الحلو ده يا محمد، يعني والله ما عارف اقول لك ايه. تحياتي ليك طبعا في دعوه جميله، ربنا يحفظ لك قلبي ويسعد قلبك وكل ايامك، ربنا يخليك يا محمد. محمد ابو راشد العقبي، ربنا يخليك ومرسي ليك خالص يا محمد على الدعوه الحلوه وعلى يعني المحبه الغاليه دي. انتظروا المواقف وقت الخصام، فالغضب يفضح الاخلاق. هاجر محمود، وده وضع طبيعي. هاجر نهى فاروق، مش يا نهى بتقول لي صح. ظهرت بنفسك بتقول لي في جرعه كورونا تنفع، كفايه انا بقى جرعات كورونا، يعني عايزين جرعه سعاده، جرعه فرح، جرعه بهجه، كفايه انا جرعات غم، يعني فاحنا عايزين بجد جرعات طيبه. يعني عايز اقول لمراتي اني بحبها، بقالنا 20 يوم بس متجوزين، دعوه حلوه، ربنا يرزقنا بالذريه الصالحه يا رب من اسلام جمال. ربنا يرزقك بالذريه الصالحه ويفرح قلبك، وال20 يوم دول يبقوا 20 و40 و60 و80 سنه جواز كمان باذن الله. غاده البنا بتقول لي فعلا والله يا اس محتاجين جرعه سعاده. انا نانا بتقول لي احسنت ميرسي خالص ربنا يخليكي. حجازي احمد ماهر حبيبي يا حجازي ربنا يخليك. ايمن اماني نبيل ميرسي اماني ربنا يخليكي. هند علي، الناس كلها ده تعليق كله على الجمله اللي قلتها من شويه، بشكركم جدا. اسامه جرجس بيقول لي عندك حق ربنا يخليك. والله محتاجين جرعات يا سفير الحب، لنا عاطف كلنا محتاجين هذه الجرعات. دودي احمد يوسف بتقول لي فعلا. سوء ابراهيم بتقول لي هي فين دي بس السعاده؟ السعاده موجوده بس احنا ندور عليها، وندور عليها في المكان الصح وبالطريقه الصح، يعني ان شاء الله تكون ثانيه سعاده هتفرق جدا مع الانسان. اسامه كنت مخطوبه لابن عمي وسبته بقالي سنه، بس انا لسه موجوعه منه قوي، لسه قلبي وجعني. احنا سبنا بعض بسبب اني هو اصلا كان عايز يتجوز قبل ما الميعاد
قبل الميعاد يعني، واحنا الظروف ما كانتش سامحه. هو قبلها كان بيفضل يقول لي بعد ما نتجوز هتجوز واحده ست كانت متجوزه ومعها ولد، اطلع منها باي مصلحه. انا سبته، وبعدها كلمني وكان عايز يرجع لي، واتخانقت معاه بسبب اني عرفت انه هو على علاقه بالست دي، وهو دلوقتي راح يتجوزها، وانا تعبانه قوي، قلبي وجعني قوي، وهو حياته ماشيه عادي، وانا مش عارفه اخلص من الموضوع. على فكره اقول لك على معلومه صغيره خالص، انت ربنا بيحبك جدا انه وقف الجوازه باي شكل، لانك دي كانت هتبقى جوازه الندامه. ليه جوازه الندامه؟ لانه انسان اساسا ما عندوش اخلاق. الراجل اللي يقول لعروسته انا هتجوز واحده تانية يطلع منها بمصلحه، ده يبقى انسان استغلالي مستغل، انسان ما عندوش ولا ده، انسان نطع بمعنى صح يعني. فانت ربنا انقذك من نطع، وانا مش عارف ازاي تلاقي انسان بالنطاعه دي والاستغلاليه دي والرخص ده وتفضلي تحبيه يعني. على اي ده انت المفروض تخشي دلوقتي تتوضي وتصلي وتركعيها وتقولي له يا رب اشكرك انك انقذتني من الراجل ده، لان ده ما كانش هيخليكي يعني حياتك كلها مش هيبقى لها شكل ولا قيمه معاه. بنمسي عليك من عزبه ابو اسماعيل، عموره والحاج شمس الليبي والدكتور ضياء ملك الراب وعمر بتنجانه. صباح الفل عليكم جميعا وعلى كل الناس الحلوه اللي بتسمعنا. طيب، سياتي شخص يحبك كما انت، يهديك الامان الذي تفتقده، يعاملك كما يستحق قلبك تماما. حلوه الجمله، بس سيادتك كنت قلت يعني كنا عرفنا مين يعني صاحب المقوله الجميله دي. حاضر. ازيك يا اسامه؟ الواحد فعلا محتاجه الجرعه دي من ساندي كارما. حاضر. فين بتتباع الجرعه دي لو سمحت؟ الحاجات دي المشاعر والحب والسعاده ما بتتباعش يا جماعه. كان ممكن اكتب بدل ما اقول جرعه كنت اقول طاقه حب، كانت ان الجمله عدت ناعمه جدا ما كانش فيها مشاكل، انما هي فعلا جرعه سعاده. ما فيش حد عايش في سعاده مطلقه، يعني بياخد جرعه سعاده كده زي ما بيقولوا ايه، جرعه كده تفوقه من السعاده. امل عاطف بتقول لي روعه التعبير البليغ، ربنا يخليك يا امل. فعلا محتاجين جدا حد يدينا طاقة إيجابية ويخلينا نرجع نحب الحياة من تاني، لأن من كتر الإحباط واليأس الواحد تعب من توتة مصطفى. للأسف الإنسان الغلط ما كانش بيعطي السعادة، كانت نكد وغم من سوء إبراهيم. هو فعلا خليني أقولك إن في ناس كتير قوي بتظهر في حياتنا ما بتعملش أي حاجة غير انها كلامها سلبي، انتقادات، تريقة، سخف، احباط، طاقة سلبية لا ليها اول ولا اخر. الناس دي بعيدوا عنها. لما تعرف حد او تعرفي واحد او تعرف واحدة، الشخص التاني مش مقدر قيمتك ولا عارف قيمتك، ودايما بيقلل منك ويسخر منك ويكلم كلام سخيف وهو معتقد انه دمه خفيف، ويعني حاجات كتيره جدا بالشكل ده، ويديك طاقه سلبيه ويحبطك في كل حاجه بتعملها او يحبطك في كل حاجه بتعمليها، بلاش منه. لو انت شايفاه الحب والدواء لقلبك المجروح، فالدواء فيه سم قاتل، ما تاخدوش الدواء ده، ما تعرفوش الناس. الشموع السوداء فعلا، لكن السعادة الآن شيء مفتقد، تفتقده الجميع ويبحث عنه. طبعا، بس يعني احنا ممكن نلاقي لحظات السعادة اللي احنا بندور عليها ونقتنفها. يا جماعة ما تبقاش الدنيا غم، في سواد حوالينا في كل حتة، في علاقتنا وفي معارفنا وفي شغلنا وفي حياتنا وخوفنا من المستقبل وخلافه. في وسط السواد ده في نقط بيضة اللي هي السعادة،
لازم نقتنصها، وكل ما خدنا منها كل ما النقط البيضة دي كترت وفرحتنا اكتر. كنا زمان نقول الحياة لوحة بيضة كبيرة ولكن فيها بعض النقط السوداء. الدنيا قلبت، خلاص بقى نلحق النقط البيضة دي مدال ما تسود رخرة يعني. مفيش اي حاجة تستاهل ان الانسان يفضل عايش. من نانا رمضان، في حاجة تستاهل انك تفضلي عايشة انتي، لان اللي اداكي الحياة وعيشك لسه ما خدش، ما اذنش انه ياخدها منك، فيبقى تستاهلي تعيشي، تستاهلي تشكريه، تستاهلي تقولي له انا عندي مشكلة، وارفع ايدي واقول لك انا عندي مشكلة، الامر الفلاني انا وصلت مش لاقي له حل، اتصرف انت، هيتصرف هو وهتلاقي الحياة شكلها اتغير. صح، تديله أمل وباور عشان يكمل مع الأوغاد. سارة إبراهيم بدير، انتظروا المواقف وقت الخصام فالغضب يوضح الأخلاق. من هاجر، أنا لسه قاري المسج دي يا هاجر. طيب، عندي مسجز كتير قوي نفسي أراها كلها النهاردة والله عشان في ناس بتزعل، ولكن خلونا نحاول نقرأ برضو في اللينكات الجاية اكبر عدد من الرسائل، وخلونا نستقبل اول اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه، صباح الخير يا استاذ اسامه. صباح النور، اهلا بيكي. انا وسهلا، اتعرف بيكي. انا بلاش الاسم، بلاش الاسم. طب كام سنه؟ 24. 24 سنه مرتبطه. صراحه يا استاذ اسامه انا بقى يعني انا معايا مشكله في الموضوع ده. موضوع السعاده ولا موضوع الارتباط؟ موضوع الارتباط. الاثنين يعتبر. طب اتفضلي، تحت امرك. انا قبل رمضان باسبوع بعت لك رساله وقلت لك انا بحب شخص وهو من المنيا وانا من القاهره، وبابا مفكر بنات القاهره كلهم مش كويسين. انا فاكر حاجه زي كده. بس هو حاليا سافر وبقاش يهتم بيا زي الاول، بقاش يكلمني، كل شغل اهلي مش موافقين، اهلي مش موافقين. هو دخل صاحبه منا قبل كده في مشكله، وصاحبه بيكلمني على طول وانا اكلمه يطمن عليا ويطمن عليه، لحد ما حسيت ان في مشاعر ناحيه صاحبه. هو بصراحة يعني صاحبه ده بيهتم بيا على طول، بيكلمني على طول، فينك، اكلتي، ما اكلتيش، شربتي. وصاحبه ده من المنيا برضه. هو قال لي يعني انت لو ما كنتش بتكلمي صاحبي او ما فيش حاجة من ناحيتك من ناحية صاحبي انا كنت اتجوزتك. بس ما ينفعش عشان هو صاحبي. وانا خايفة سلسلة اخسرهم بعض او اعمل مشكلة، مش عارفة. لا، انا خايف بس الاتنين يكونوا بيقسموا عليكي. ما هو اصلا ما بيكلموش كمان. بصي يا بنت الناس، ما هو يعني انت عارفة اللي ما بينهم، انت قاعدة في المنيا جنبهم. لا. حلو. اسهل حاجة ان انا اقولك ما بكلموش. حتى لو ما بيكلموش، النهاردة لما يكون عارف انك حبيبة صاحبه، وهو دخل بطقم الحنية بتاع كلتي ما كلتيش، نمتي ما نمتيش، استحميتي ما استحميتيش، ايه اللي بيوجعك، ايه اللي بيتعب، ما هو برضه هو نفسه يعني قدر يعبس في مشاعرك، وبدأت انت تحسي ناحيته بالاهتمام فعلا. وخلينا نقول انت ما حبيتيش ده ولا ده لان ده اللي تعرفيه عن طريق الانترنت او عن طريق التليفون، انما انت حابة حالة الاهتمام لانك فاضية ومحتاجة ده. لا يا استاذ اسامه، انا كنت بحب الشخص الاولاني فتره طويله. وشفتيه؟ هو لما سافر السعوديه اتغير معايا 180 درجه. شفتيه؟ قعد يقول لي اهلي مش موافقين. شفتيه وقعدتي معاه واتكلمتي معاه؟ شفت مره واحده وقعدنا مع بعض حاجات بسيطه. دلوقتي طالما هو قرر خلاص ان اهله مش موافقين، يبقى هو يكبر دماغه من الموضوع، يبقى اول حاجه كون انك تحاولي تقربي منه او تفهمي ايه الموضوع ده، بيقلل من قيمتك ومن كرامتك خلاص، لان واحد رفضك. عشان ايه واحد رفضك؟ طيب حلو، ظهر التاني في حياتك، صاحبه بيطمن عليه، بتاع ايه بقى؟ من فترة طويلة هو بيكلمني عادي، يطمن عليا، شفنا ايه اللي حصل معايا جديد، معايا في حاجة. ولسه بتحبيه ولا لا؟ لسه مجروحة منه ولا لا؟ والكلام ده مش كده؟ ايوه. وانا يعني عايزك تخرجي من التجربة دي وبتاع، وانا هقف جنبك وهسندك والكلام ده، صح؟ لا، هو ما قاليش كده. هو قال لي هو اهله مش هيرضوا بيكي عشان انت برضه من القاهرة، وابوه مش راضي من بنات القاهرة. هو قال لي انا قاعد اتكلم معايا. هو قال له لا. وقال لك برضه مش هقدر اتجوزك.
ده الكلام ده من يومين كده. خلاص، يبقى هو بيقول لك احنا كده بنلطف بعض في الكلام وبنقول كلام لذيذ وبنطري الحياة على نفسنا لحظات السعادة اللي هنقتنصها دي في التليفون ولا في الشات، وكفاية عليكي كده. انا يا استاذ اسامه انا لسه قايله له من قيمه يومين ان انا في حاجه من ناحيته. انت قايله له من قيمه يومين في حاجه من ناحيته، وهو قال لك من قيمه يومين مش هقدر اتجوزك. هو قال لي انا برضو في حاجه بس مش هينفع. خلاص يبقى مش هينفع، يبقى انت تقفلي الباب، لان اكتر من كده اهانه ليكي. واحد قال لك مش هينفع، يعني واحد بصراحه قالها لك في وشك مش هينفع. اي بنت بالعقل كده تقوم كرامتها ناقحة عليه وتقول له اتكل على الله مش عايز اشوفك تاني، خلاص شكرا، يبقى الموضوع انتهى. انا ايه اللي يخليني اقعد اخد ودي وارغي معاك بتاع ايه؟ طالما مش هينفع بتسأل عليا ليه وتتصل بيا ليه؟ وهو مش هينفع لانه واد صعيدي ومتخيل ان انت كنت بتحبي صاحبه وشفتي صاحبه وبتاع، فهو مش هيقبلها على نفسه، مش فكرة ابوه وامه مش هيوافقوا، هو مش قابلها انه ياخد واحدة كانت صاحبة صاحبه، مش قابلها ان هو يتجوزها. ممكن يقبلها ان هو صاحبها انما يتجوزها لا. فانت كده بشياكة وبذوق وبلطافة شكرا، نقفل الباب، نعمل طقم بلوكات لكل البشرية دي، وناخد بريك اجازة كده، نفوق ونفك ونشوف حياتنا ومستقبلنا ودنيتنا وما نفكرش في اي حاجة من دي لحد ما تقعي في انسان كويس بيحبك وعايز يرتبط بيكي. لان اللي انت بتعمليه ده هنقول عليه كده بالبلدي معلش يعني لطلطة، واللطلطة دي ما بتجيبش اي نتائج. قد يكون في حياتك اسرار صغيرة تصغر في عيون البعض، ولكنها تكون الاغلى والاثمن في عينك، وقد تكون ايضا الدافع الوحيد للحياة. لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب. تليفوناتنا 3-8-35-022 وصفة على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم مثلا. معلش أنا شايف على الشاشة على السكرين قدامي برنامج بيتعاد على نجوم أفهم عشان هو تي في، يعني احنا مش تي في، يوسف الحسيني اخويا وحبيبي يعني، فنطط كده على الكرسي فانا مش فاهم فيه ايه، فضحكت انا عشان طبعا مش سامعين الحوار. مش مهم اللي قدامي يشوفها، المهم ان هي كبيره في عيني واسعى دايما ليها. مساء الجميل يا اسامه عبد الرحمن القذافي. صباح الخير على احلى اسامه في الدنيا. السعاده ليست بالحب، السعاده ان تجد من يفهمك في اسوأ حالاتك، هي دي السعادة. هي السعادة في الحب طبعا، والسعادة برضو انك تلاقي اللي يفهمك وانت في اسوأ حالاتك، يعني دي برضو خلينا نقول ان دي سعادة. مساء الخير، ممكن تقول لابو روح اني بحبه قوي من روان ام روح. اسامة كنت معجبة بواحد وانا في اعدادي. يا خبر ابيض، اعدادي وهو كان معجب بيا بس ما قالش حاجة، بس انا كنت عارفة. انا مشيت في حياتي عادي، وانا دلوقتي اتخرجت من الكلية ولقيته بيجي في بالي، فاكتشفت انا كنت مالية اوقاتي بالمذاكرة، بس لما اتفرغت لقيتني بفكر فيه على طول وبحلم بيه وبرفض اي عريس علشانه. هو ده حب ولا انا بوهم نفسي؟ طيب انت اتخرجتي دلوقتي يا استاذه وبقيتي كبيره بسم الله ما شاء الله كده، طولك مثلا 165 سنتي ولا بتاع. انت لما بتفتكري بقى بتفتكري الشاب اللطيف ابو شورت ولا بتفتكري مين؟ ده كان في اعدادي يعني، ولا بتفتكري ايه بالظبط؟ وبعد كده انت عندك فراغ فبنيتي لنفسك قصه تعيشي فيها علشان تملي. على فكره احلام اليقظه دي مهمه في حياتنا، بس لما تبقى إيجابية، لما تبقى أحلام اليقظة دي بتحلم وأنا قاعد كده إن أنا كبرت في شغلي وبقيت حاجة ومش عارف إيه واتجوزت وبقت عندي أسرة وأولاد وعربية يعني أحلام جميلة بتخلي الإنسان يبقى عنده دافع إن هو يحقق مستقبل. إنما لما تبقي فاضية
وتدوري على اي حلم تتوهي نفسك فيه، لا ده وهم. اشغلي نفسك بقى في حاجه مهمه، وبعد كده لما حد ما يظهر لك ابن الحلال، لان اللي انت عرفتيه في اعدادي ده اتغير، طول طلع له شنب، قد يكون اراع، يعني انت عارفه الرجاله وهرموناتها، حاجات كتيره جدا، ممكن يكون اتخطب، خطب، اتجوز، لما كبر بقى تافه، يعني انت ما تعرفيش اي حاجه عنه غير اعدادي. ياما شفنا ناس واحنا في ابتدائي واعدادي كانوا يعني العيال السوبر بتوع المدرسه، الجن بتاع المدرسه، ولما كبرنا بقوا حد تاني. وياما قابلنا عيال اخيب من الخيابه في المدرسه، وكنا شايفينهم ان عيال خايب عشان احنا اشقياء شويتين. العيال دي النهارده في مراكز عاليه جدا وناجحين جدا في حياتهم، طلعوا هم الاذكياء واحنا الخيابه، فما تحسبيهاش ابدا بالشكل ده. لا تخسر امراه تصلح للعمر كله من اجل امراه تصلح لليله واحده. كابتن محمد عبد الباسط. هو في حد يقدر ويفهم الحب في الزمن اللي احنا فيه ده من نيره، من سوري، من نبره حزن؟ بما انك مسميه اسمك نبره حزن فاكيد لازم تقولي الكلام ده. طب ليه ما تقوليش مثلا ابتسامه فرح، شمس ملهلبه؟ يعني ليه نبره حزن؟ ليه يا جماعه؟ على فكره المثل القديم بتاع اجدادنا بتاع من جور السعيد يسعد ومن جور الحداد ينكوي بناره، ده صح 100%. وكل اللي بتقعدي يعني زي ما بيقولوا في اليومين دول طالعه الموضه بتاعت قوانين الجذب، انا طبعا ما فهمش قوي في الحاجات دي خالص، مع اني ممكن افكر اذاكر فيها شويه وبعدين ادرسها، لان كل الوقت بقى بيدرسها الانترنت. انت كده اكوردنج لقوانين الجذب بكلمه نبره حزن بتجذبي لنفسك الحزن والغم والهم. طب ما خليها مشرقه شويه. حظي عامل زي بتاع عربيه الخضار اللي بيطلع في الافلام يقلبوا له عربيته وهو ملوش دعوه. والله يعني كلنا ساعات بيجي لنا اللحظات دي. صباح الخير. انا متجوزه عندي 28 سنه، عندي ولد وبنت. انا كنت كلمتك قبل كده وقلت ان جوزي مش بيحب يخرج معايا، المشكله مش فيا، المشكله هو عنده مشكله، هو ان هو كان بيحب واحده وهو قال لي انا عهدت نفسي ما اخرجش مع حد تاني غيرها، وفعلا من وقتها وانا قررت ما اطلبش منه ان اخرج معاه تاني. الكلام ده من حوالي 9 سنين. قول لي اعمل ايه بالله عليك. وبعدين ده امبارح، راجع النهارده بتقول لي صباح الخير. ممكن تقول لابو نور وابو مروان انه اغلى زوج في الدنيا كلها، ربنا يخليكم لبعض. بس طالما قال لك انا عهدت نفسي ما اخرجش مع حد من 9 سنين، الكلام ده بلح، ابتدي تاني من اول وجديد. وقولوا في ايه بقى؟ مش 9 سنين فاتوا والعهد خلص؟ ده العهد حمض ولا ايه يا ابو العيال؟ لا ما ينفعش الكلام ده طبعا. السعادة في منجاية نعومة متقشرة ولسه واكلها. يا سيدي على الدلع. طب ما كتبتش بقى المنجاية دي نوعها ايه؟ ولا نعومة دي نوع منجا؟ ما اعرفش. انا اللي اعرفه فونس وهندي وفص وايه تاني؟ وطيمور وعويس. انت عارف ان في مئات الانواع من المانجا احنا ما نعرفهاش؟ يلا الحمد لله. انت بتجيب الكلام الحلو ده منين؟ فعلا هو ده اللي مخلينا نخسر وننجح الحمد لله. محمد طنجو وسام. والله يا جماعه كل ما حطينا قدامنا امل مهما ضاق الدنيا سودت وضيقت حياتنا هتبقى احسن. اللي بيصحى من النوم الصبح ده حاسس ان الدنيا قافله معاه بيبقى يوم اسود. يصحى عايز ياكل الدنيا ويبقى كويس حتى لو بيتلطش بالاقلام، هتبقى حياته احلى. من اجمل المشاعر على الاطلاق ان تجد شخصا واحد في هذا العالم تستطيع الحديث معه في اي شيء، ان تخبره بكل شيء دون ان تتجمل او تفكر، ان تحكي له كل افكارك مهما كانت سخيفه ومخزيه ومؤلمه دون ان تراودك اطياف القلق من تغير نظرته عنك، ان يمنحك القدره لتحب نفسك بكل نواقصك اكثر ما
ساندي وعد، انا ماما ساندي وعد، انا تتكلمي معايا براحتك وتقولي كل اللي في نفسك وتفضفضي وما تتكسفيش مني، وقولوا اي حد عايز يكلمني يقول اللي هو عايزه، انا تحت امركم. بسمعك من زمان قوي، ولما بسمعك دلوقتي برجع بعمري ل 15 سنه لورا، وبفتكر اجمل ايام حياتي واجمل مشاعر. بما ان الكلام النهارده عن السعاده، احب اقول لك ان بالنسبه لي السعاده دلوقتي هي النظره في عيون ولادي وهم صحتهم كويسه وفرحانين ومبسوطين وراضيين عن يومهم، واني عملت معهم كل حاجه حلوه. ربنا يحميهم ويحافظ عليهم. حقيقه يا استاذ اسامه، منظور السعاده بيتغير عند الانسان من الزمن مع الزمن والوقت. تحياتي من لبنى المدبولي، في المدبولي. مدام لبنى، انا يسعدني ويشرفني انك بعد 15 سنه اتكعبلتي في البرنامج كده وسمعتي ولو حلقه واحده. اتمنى انك ترجعي تسمعينا تاني. ربنا يبارك حياتك وبيتك واولادك ويفرحك دايما. فعلا السعاده بتفرق من وقت لوقت ومن عمر لعمر ومن ظروف لظروف ومن ويعني من امكانيات لامكانيات. يعني في ناس متخيل انها لما تختني هتبقى سعيده. خالص خالص، السعاده عمرها ما كانت هنا خالص. ده بتخليك تعيس انك عمال تفكر في فلوسك دي، لا خايف عليها، هتستثمرها ازاي، هيحصل لك ايه، هتضيع منك بكره ولا لا. تحياتي لكم جميعا. لابد من الابتعاد عن كل الاشخاص السامه التوكسيك في حياتك وعدم مناقشتهم في ذلك، لانهم يشعرون بالنقص مع الاخرين. يوسف صبحي، تحياتي يا يوسف، صح جدا الكلام. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني. الو. الو. ايوه. ازيك يا استاذ اسامة، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. هتعرف بيكي؟ انا لبنى. لبنى. لبنى كام سنة؟ 31. مرتبطة يا لبنى؟ كنت متجوزة وبعد كده رفعت قضية خلع وكسبتها. قعدتي قد ايه متجوزة يا لبنى؟ 13 سنة. عندك اولاد؟ معايا ولد وبنت. طب وليه رفعتي قضية خلع يا لبنى؟ لان هو ما كانش عايز يطلقني بصراحة. وانتي كنت عايز تطلقي ليه؟ عشان خاطر هو بصراحة، يعني انا قعدت معاه 13 سنة، منهم حوالي 7 سنين كان كويس جدا، اشتغل وبيقف على رجله وانا بدل معايا والدنيا كانت كويسة قوي. وجي بعد كده المفروض ان دخل بقى في الشرب والكلام ده، شرب الحشيش والكلام ده. جيت حاولت معاه بلاش، ما السيجارة ملهاش لازمة والكلام ده كله. المهم هو برضه ما فيش اتلمع لي، يعني صحابه انت عارف، يعني انت فاهم الشباب وعادة الشباب والكلام ده. جيت بعد كده عرضت على والدته وانا في البيت، احنا بيت عيلة، عرضت على والدته وانا في البيت، قلت لها نوديه مكان علاجي يتعالج. انا لا، لو بيشرب حشيش دي مش محتاجة كلام، مكان علاج ده. لا، ما هو حشيش في الاول، وبعد كده اللي اكتشفته ان في برشام دخل في الحوار. وبودرة بقى؟ لا. طب كويس. تمام. المهم رحت جيت قلت لها نودي مكان علاجي يتعالج فيه وانا هساعدك. انا يعني انا اهلي ظروفهم ميسرة عنهم كتير. تمام. قلت لها انا اهلي مش هيسيبوني وهساعدك عشان خاطر انا بنتي كبيرة 13 سنة مش صغيرة. تمام. راحت قالت لي لا او مش لا، انت عايزه تطلعي لابني سمعه، انت عايزه، انت فاهم حضرتك الكلام ده. المهم جيت عند بيت ابويا، قعدنا ومفيش اي تقدم من اي نوع. ما مستشفيات الصحه النفسيه بتاعه الحكومه؟ لا مش حكومه، انا كنت انا بقول لك فيها خدمه ممتازه وبيعالجوا الناس وكل حاجه تمام، وما بيعمل لهمش فضايح ولا محاضر ولا اي حاجه. وممكن اي حد يتوجه لمستشفى العباسية، وفي المستشفى الصحة النفسية اللي في عند المطار، انا على حسب حد معلوماتي يعني بيعالجوا حالات الادمان وكل حاجة زي الفل يعني. لا انا بصراحة جيت قلت لها كده، راحت هي مشكلتها مش في الماديات كمان، هي مشكلتها انت هتطلعي سمعة لابني. المهم رحت جيت قلت له انا لو هو قال لي لا كنت قلت هو مش عايز، بس هو عايز، بس بيقول مين اللي هيدفع لي، لان الاماكن بره غاليه جدا، 7000 و8000 في الشهر. تمام. المهم انا قلت لها يا ستي مالكيش دعوه باولادي وانا هساعدك ونلم بعضنا كده هو، لان بصراحه ربنا يا اسامه انا متجوزه جواز طالونات. بس هو كبني ادم هو كويس،
انا كنت بحب واحد قبله وقعدت سنة بعد ما اتجوزته، بقت الدنيا ماشية عادي، بس هو بصراحة قدر يحتويني، قدر يحببني فيه. المهم جه يعمل مشاكل بقى قدام الباب عند ابويا، وكل شوية يزعق ولا انا مش هطلقها، لا انا مش هسيبها، والكلام ده الكلام ده كان في شهر رمضان اللي فات ده. المهم اخرت المشاكل دي كلها، انا كفاية اديت الخلع وكسبتها. جه بعدها عمل مشكلة واحدة في الشارع برضه، وبعد كده راح روح، فجت هو قعد في البيت وعمل معاه مشكلة، وبيقال لها وديني يما اتعالج عشان خاطر عايز مراتي، وراح اتعالج. وراح هو دلوقتي لسه هناك. تمام، المفروض ان هو هيقعد حوالي 6 شهور، عدى منهم 5، فاضل له حوالي شهر او شهر وشوي. في الفترة دي المفروض ان انا الدكتور طلب مني ان انا اكلمه عشان خاطر المكالمة يعني تخليه يتشجع. تطمنيه ويتشجع ان هو يكمل علاجه. انا انت خليك كويس يعني، وبعد كده لما ترجع انا مستنياك. تمام، المهم انا خايفة ان انا اكلمه يقول ايه، خلاص بقى هي بقى كده رديت وانا خلاص هطلع مش هكمل، طالما هي اتحايلت انت فاهمني، انا عرفت حايلها. لا 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 خالص. بصي يا بنت الناس، لو هو من جواه عايز يتعالج ويبقى انسان كويس، وبوسي ايدك وش وظهر انه ما خدش بودره، لان البودره دي يعني صعب جدا الخروج منها. لو خرج لازم يمشي بعد ما يخرج من المصحه على في برنامج كده تعافي، تمام، والدكاتره عارفينه. برامج التعافي دي بيبقى فيها جلسات جماعية وبرامج تعافي، وبيساعد المتعافين وبيخدم المتعافين علشان يخرجوا من التجربة دي، لأنه هو راجل عنده تجربة. تمام، لو قدر يكمل في الطريق ده ويبقى إنسان كويس واتعلم الدرس وعايز يخلي باله من بيته ومن مراته وولاده، هتلاقيه بجد بعد التجربة اللي فات فيها دي خارج عايز يبقى إنسان جديد. إلا لو هو من جواه وحش. لا بصراحة لا. خلاص، يبقى كلميه واديله فرصه وشجعيه، قولي له بص مفيش حد فينا معصوم من الخطا. مين فينا ما غلطش في الدنيا دي كلها؟ مفيش. الفرق بس ما بين حد وحد ان حد ربنا ستر عليه والتاني لا. فكلنا غلطنا وكلنا ستر علينا وربنا ستر على الجميع. نديله فرصه ويمكن يرجع تاني ويبقى تجربة وحشة عدت، يعني سحابة عدت في حياتكو، ويرجع تاني عنده بنت عندها 13 سنة وعنده ولد وعنده حياة، ليه لا؟ فكويس ان هو خد الخطوة بنفسه وراح دخل المصحة، وما بقاش انت اللي صرفتي عليه كمان في المصحة، علشان ما يجيش في يوم من الايام يحس ان مراته صرفت عليه ويخرج لك راجل ماله هدومه تاني يقف على حيله، ويبقى عدى بتجربة وخرج منها وكل حاجه تمام. اديله فرصه، يمكن تكون الفرصه اللي انت بتديها له دي هي طوق النجاه اللي هيتعلق فيه ويكمل حياته. لا تنسج في خيالك حلم لن يتحقق، لان خيوطه ستلتف حول قلبك وتقتله. لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهارده حلقه مفتوحه من القلب للقلب. تليفوناتنا 3 8 3 5 0 22، والواتساب على 0 155 9 55 1006. معكم على الهواء اسامه منير وابو سفيان على 106.10 نجوم افهم. مساء الخير على ملك الرومانسيه. اصدق حب عندما تحب انسان لا تعرف لماذا احببته. وخطبتي قربت، دعواتك ليا. محمد من دبي، تحياتي يا محمد والف الف مبروك مقدما، وباذن الله تبقى حياتك كلها سعيده. هو ليه يا استاذ اسامه كل واحده تبعت لك تقول لك جوزي او خطيبي سابني وراح لواحده اغنى مني علشان يضحك عليها وياخد منها فلوسها، ومتصورين ان البنت الغنيه هبله وعبيطه وبرياله، وان ممكن تسلم فلوسها كده لاي حد، مع ان البنت الغنية بتبقى ليها نظرة وبتعرف تحكم على الشخص اللي قدامها كويس، وبتبقى عارفة اذا كان عايزها لنفسها ولا علشان مصلحته. من اية اسلام. بص يا اية، هو مش كل اللي بيكلموني ده ناس قليلة قوي اللي بسمع منها القصة دي،
ولكن هو مش بيروح لبنت غنيه، هو بيروح لست مطلقه، ست ارمله غنيه معاها فلوس. زي انا كنت يمكن من يومين بتكلم عن حاجه اسمها شوجر دادي اللي هو وشوجر مامي، اللي هي الست اللي معاها قرشين بتصرف عليه، وشوجر دادي ده الراجل ابو شعر ابيض اللي معاه قرشين وعايز يعيش شبابه شويه، فبنت تتعرف عليه صغيره فبيحقق لها كل احلام. ده بيحصل مع ضعاف النفوس، مش اي بنت غنيه يعني. وحدوته بنت غنيه وبنت مش غنيه ده الموضوع مش كده. الحب لما بيدق القلب ما بيعرفش بقى هنا. يا رب يا رب يا رب اللهم رضاك وحسن الخاتمه. محمد حميد عمار. احيانا نهرب من الواقع الى الخيال لنعيش حياه نتمناها ولا نستطيع الوصول اليها، لان القلب مع الحياه اصبح منزل خرب لا حياه فيه. الشموع السوداء. مش عارف اقول لكم ايه، عايز اقول بس هقولها تاني. احنا دلوقتي بالليل، حلو، الدنيا عمرها ما هتفضل بالليل، هيجي نهار الصبح بشكل جديد، بقصص جديدة، بحياة جديدة، بفرص جديدة، كل نهار بيطلع علينا ربنا بيدينا فيه فرصة ان احنا نبقى احسن ونصلح من نفسنا. كل ليل بيجي علينا بيجي بعدين نهار ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يجينا نهار، يعني ان الواحد يطلع عليه نهار. فربنا بيدينا فرص علشان نبقى احسن ونصلح من نفسنا ونصلح من اخطائنا وناخد خطوات جديدة. يا ناس كانت حياتهم اسود من قرن الخروب، وفي لحظة ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم من وسع، مش فتح عليهم فلوس، فتح عليهم سعادة وفتح عليهم ناس طيبين وفتح عليهم رزق وفتح عليهم صحة وفتح عليهم كل حاجة. في ناس كتيرة جدا واطفال كمان بيتمنوا النهار يطلع عليهم ويبقوا عايشين. في ناس عايشة بتاخد كماوي، في ناس عايشة بضيق في شرايين القلب، في ناس عايشة بفشل في الكبد وفي الكلى، في ناس عايشة في ناس في السجون، دخلت واتحطت في السجون، وفي منهم مظاليم وفي منهم فعلا اخطأوا ولكن مش بايديهم الخطأ، او غلطوا وندموا على غلطهم. في ناس كتيرة حالهم سيء جدا. ما نخليش كل حاجة في حياتنا قصة حب في حياتنا، تجربة مادية في حياتنا، صديق خاننا في حياتنا، يحسسنا ان الحياة سواد. دايما نحط في دماغنا ان ربنا موجود وكل حاجة هتتظبط. لو احنا عايزين كل حاجة تتظبط ودي ارادتنا، نطلب من الخالق اظبط الدنيا لو سمحت. ما بيبخلش على فكرة على حد خالص، وبيرتب لكل حد حياته بالشكل المناسب. بس لما امشي بدماغي في الدنيا وبدراعي وبفكري وبعقلي 100% وانا بقى اللي هتصرف، ما تظبطش. انما لما ندي الامر لصاحب الامر يؤمر، يؤمر ويظبط الدنيا. بلاش تبقى حياتنا كئيبة كده، حوالينا حاجات وحشة كتير قوي، ما تخلوهاش تأثر عليكم. لازم تاخدوا من الدنيا احلى ما فيها. قد جف حبر التمني فليكتب لي القدر ما يشاء في امين. انا كنت بحلم زمان والله ودلوقتي بطلت. احمد جمال. مفيش لو بطلنا نحلم نموت يا جيمي، لازم نحلم. ولازم على فكرة يعدي علينا كوابيس كمان، لان الحياة مش وردي قوي، فلازم نفضل نحلم. احلم وما تخافش. لن احلم بعد ولكن انتظر الايام تمر، هذه هي الحياة بعد ما بابا سافر السماء. من سمر سعيد. الله يرحمه يا سمر. بابا عاش حياته وخد القدر اللي ربنا عايز يديهوله. ربنا اراد انه يتولد في التاريخ الفلاني وانه يسافر السماء في التاريخ الفلاني، وربنا اداله حياة بحلوها وبمرها. بابا فرح، فرح بيكو وفرح بحياته وفرح بنجاحاته وفرح بدنيته وفرح ببيته وفرح بولاده وفرح بكل حاجة. خد نصيبه من الدنيا وكلنا هنمشي في نفس التجربة. انا لما والدي مات افتكرت ان الدنيا وقفت، ما وقفتش. النهاردة بفتكره
وببتسم اقول الله يرحمك كان دمه خفيف، كنا بنهزر وكنا بنضحك وهو خلافه. انما الحياة ما وقفتش، انا كنت فاكرك كده زيك بالظبط انها وقفت، ما وقفتش. واللي فوق ده في السماء لو شايفك مش هيبقى عايزك تحسي الاحساس ده، عايزك تبقي احسن، عايز يبقى فخور بيكي، فانت لازم تكملي. الغاية من الزواج هي الانس او الانس، يعني لو حد يأنس الاخر، يعني عقل بجوار عقل وقلب مربوط بقلب ويد تداوي وروح تعين ونفس تطمئن. من هاجر محمود، الله عليك، هو ده الكلام الحلو. يمكن عايشين على حلم الامل في الله، الامل في الله كبير، من ليان لوكا. هو الامل في ربنا طبعا، واحنا الامل في مين غير ربنا. انا بقى عايزك تقول لاحلى اب في الدنيا ربنا يخليك ليا يا حاج اسامه، ونفضل اقوياء وناجحين بيك. انا ابو الشقيان وهو بيسمعك دلوقتي يا اسس، يا رب يكون سامع الرساله وتكون واصله. سمير ايميل البنا بيقول لي صح. اسمح لي علشان كده بقول دايما لازم الواحد يتعامل مع اللي قدامه بقلب اللي قدامه مش بقلبه، وهو لحد ما يعرفه كويس ويتأكد من سلامة نيته. وزي ما اهالينا قالوا زمان، لا تزم ولا تشكر غير بعد سنة وست اشهر. تحياتي من لبنى. بص يا لبنى، هختلف معاك في حتة ان انا هتعامل مع اللي قدامي بقلبه خالص. لو واحد قلبه شرير وقلبه وحش مش هتعامل معاه بقلبه، لا هتعامل بقلبي ولكن هكون انسان حريص. على فكرة يا جماعة، الحرص يعني شيء، ده نوع من انواع الذكاء، الانسان يكون حريص. خدوا المقولة دي، اوكي، كونوا حكماء كالحيات. الحية حكيمة، تفضل واقفة ثابتة حكيمة في منتهى الحكمة. ودعاء كالحمام، ما قلتلكيش تبقي بتلدغي زي الحية، لا خليكي حكيمة هادية عاقلة بتوزني الأمور، ووديعة لطيفة، لأن ده قلبك لازم يكون وديع ولطيف. على فكرة ده مش كلامي، ده كلام السيد المسيح. النهاردة عيد ميلادي، مش هتقولي كل سنة وانت طيبة من صافي الزيات. كل سنة وانت طيبة يا صافي، عقبال مليون سنة وتفرحي يا رب وتبقى حياتك كلها خير. طيب خلونا بقى نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه، ازي حضرتك يا اسامة؟ تمام الحمد لله، ازيك؟ يا انا من زمان، انا بسمعك من ستة ابتدائي. ستة ابتدائي، صديق الطفولة. طب يا رب اكون من خلال من ستة. عندك كم سنة الاول؟ 24. ستة ابتدائي دي ب 10 و20، كتير كتير. مش كده؟ كتير قوي. طيب ما تعدش يا جميل. اهم حاجة اكون على مدار من ستة ابتدائي لحد النهاردة ما خيبتش ظنك فيا في يوم من الايام. لا والله ما خيبت، بس انا مش عارف اعمل حاجة. ليه؟ تعالي ندردش ونعرف ايه المشكلة. هقول لحضرتك. قولي. الفكرة ان انا ارتبطت، اتقرت فتحتي على واحد كان متجوز وكان عنده طفل. هو طلق بعد 8 شهور، وبعدين جيت اقدم وقعد مع بابا كتير لحد ما وافق والكلام ده كله. ومامته هي اللي بوظت الجوازه بقى. انت كنتي مشدوده له او معجبه بيه؟ بس طيب هو سؤال بقى، هو طلق ليه بعد 8 شهور؟ لا هو طلق بعد سنة وثلاث شهور، وبعد الطلاق بثمان شهور جيت قدم. ما عندوش، عنده ولد مش كده؟ طفل عنده سنة. هو قاعد مع مامته، هو قاعد مع والدته في البيت. الفكرة ان احنا مع بعض في نفس الشغل، وانا مش عارفة اتأقلم. مش عارفة تتأقلمي؟ لان مامته بوظت الجوازة. مش عارفة تتأقلمي معاه في الشغل؟ مش عارفه خالص طبعا. انا يعني الوضع بالنسبه لي صعب، وده كان اول تجربه ليا في حياتي. لا وهي تجربه صعبه جدا انك تبقي يعني
كان فيها هيبقى ارتباط بحد وفجأة ينتهي الارتباط وملتزمة انك تشوفيه كل يوم. ما هي دي الفكرة. وبعدين احنا مجالنا احنا يعني في المحكمة. فانا مش هيبقى لي شغل تاني غير المحكمة وهو ما فيش شغل تاني غير المحكمة. بس مش ممكن ما تتقابلوش كل يوم يعني. ممكن احتمال ضعيف. بس الفكرة ان انا بني حياتي كلها على الشخص. يعني لو شفت مثلا واقف مع حد يعني ممكن انهار بقى. طيب ما فيش حاجة اسمها بني حياتي على شخص. دي مش موجودة. اوكي. لان ياما اشخاص بنوا حياتهم على اشخاص واتجوزوا وخلفوا وولادهم كبروا والشخص واحد من الطرف الاثنين مات. ما هو انا غلط. انت بس عايزة تعرفي ازاي تطلعي من الغلط ده. انا عايزة اطلع لكن انا عارفة ان انا غلط. حتى هو قال ان هو هيجي يكلم والدي تاني. الكلام ده كله يعني الموضوع لسه مفتوح للأسف. طيب امه وقفت الجوازة ليه؟ عشان عايزة ترجعه عشان هي مش عايزيني اصلا. مش عايزاكي اصلا وعايزة ترجعه لمراته. طب هو طلق مراته ليه؟ والله هو يعني اللي اتحكالي اتمنى انه يكون صادق في اللي حكاهولك. هو مش هو اللي حكى. كانت ساعتها خالته ومامته وباباه. لان هم عارفيننا من زمان واحنا عارفينهم من زمان وكده فكانوا بيحكوا بتلقائية. بس حكوا ساعة الطلاق وقبل الطلاق حكوا المشاكل والكلام ده كله. فلا دي هي السبب بقى. هي اللي هو من ساعة ما شافها وهو ما كان يستحمل. ما كان ايه؟ ما كان يستحمل زعقها وعصبيتها وزعقتها الكلام ده كله. طب اتجوزها ليه طالما لما شافها وكانت عصبية وكده؟ ما هو اتجوزها وبقت حامل. استحرم يطلقها. استمر فترة طبعا. ما طبيعي ما حدش يهدم بيته اول ما يعني. طيب تعالي اقولك يعني معلومة بسيطة كده. كل واحد بيحكي عدله. فهماني؟ يعني ايه بيحكي عدله؟ بص يا متر بقى عشان تفهميني. كل انسان على وجه الارض بتقولي له ايه اللي حصل بيحكي لك عدله. هو بيحكي لك بيحكي لي وجهه نظره. ايوه. اللي هو برضو مقتنع تماما ان هو اتظلم وان هو اتبهدل وهو تعب. فكل واحد بيحكي عدله. لو سمعتي من طليقته هتحكي عدلها. قد تكون القصه مختلفه تماما. انت سمعتي منه هو شخصيا؟ قال لك ايه؟ قال لي كانت مريضه نفسيا. حاولت تنتحر اكتر من مرة. دي قصة تانية خالص غير لابوه وخالته قالته قالوه. لا كله اجمع على الحتة دي برضه. هي اتجوزته غصب. لا هي اتجوزته عشان تطلع من اللي هي فيه. اللي هي فيه اللي هو ايه؟ اللي هو كانت علاقة قديمة مثلا؟ لا في القرى وارياف وطلعة للمدينة. واول ما بهرتها اضواء المدينة طبعا قامت مبهدلة. واخدة الذهب وماشية عشان قال لها انا عايز حاجة بس تبعها عشان يسدد ديونه. هو كمان مديون. وهو دلوقتي خلاص يعني خلص. وطبعا كانت بتشتمه. طيب ووالدته ووالدته برضه بعد كل ده وبيقولوا عليها كده وهم عارفين ده وعايزين يرجعوا ابنهم ليها. ما هي دي الكارثة. لا دي مش كارثة. هنا في علامة استفهام يا بنت الناس. يبقى في حاجة غلط في اللي اتقالك. لما امه تبقى عارفه ان ابنها بيتهان ويتشتم ويتبهدل ويتهزق ويتشتم بامه وخدت الذهب وكل ده عايزه ترجعه ليها يبقى في حاجه مش مظبوطه انت مش عارفاها. ممكن. لكن اللي انا متاكده منه ان كان في خناقه كده وهي فعلا كانت شتمها بوالدته. وبعد كده ام طلقها. وهم واقفين قال لها طب انت طالق. لا هو طلقها بعد الخناقه. بعد الخناقه سابها ومشي وبعد كده راح بعت لها ورقتها. طلقها في ايدي فعلا. وهي عامله له مشاكل بقى ولا سايبه الدنيا تمام كده؟ للاسف سايبه الدنيا. بس هي رفعت قضايا يعني بس لسه. رفعت قضايا يعني هتخشي انت هتتجوزي واحد برضو مربوط بقضايا ونفقه وهباب ازرق وحاجات كده غريبه في حياته يعني. ومش عاجب برضو في الاخر. بصي يا بنت الناس انت دلوقتي
عاملة رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. دي حقيقة. مش كده؟ ايوه بالضبط. طيب لما الهم ما يرضاش بينا يبقى احنا ايه؟ ما نرضاش بيه. لا يبقى احنا لا روحنا ولا جينا ولا لينا قيمة ولا لينا عازة ولا لينا اي حاجة. انت تقبلي على نفسك تبقي كده؟ لا بصراحة. بس كده. انت بنوتة بنت ناس وعندك استعداد لما يجيلك عريس وتقدم لك ويتجوزك، لا متجوز ولا عنده عيل ولا عنده تايل ولا عنده قضايا نفقه ولا عنده امه بتكرهك ولا اي حاجه، وتبقى الفرحه فرحتين والناس مبسوطه ومزقططه، وتتجوزي وتاخدي عريسك وتطلعوا شرم الشيخ تقضوا شهر العسل وترجعوا في بيتكم والناس تزوركم وتخلفوا عيال وتجيبوا باولاد وبنات وتعيشوا في تبات ونبات وكل الكلام اللي قالوه في الافلام. الله يبارك فيك. الفكره يا اسامه ان انا برضه هو ما فيش ضمان لاي علاقه عامه. ما فيش ضمان في الدنيا غير ربنا سبحانه وتعالى. اه ونعم بالله. فانا مش ضامنه برضه ان انا اتجوز واحد ما كانش متجوز. ولا هتضمني انت تتجوزي واحد زي الفل وقمر وكل حاجه ويموت الصبح. ايوه. مش كده؟ ايوه. انت ضامنه عمرك يوم؟ لا. خلاص خلينا دلوقتي ربنا عارفه بالعقل. مش كده؟ محدش شافه، ربنا عارفه بالعقل، كلنا عارفينه بالعقل. العقل بيقول ان انت شايفه قدامك يا ولدي طريقك مسدود مسدود يا ولدي. مش كده؟ ايوه. خلاص امه مش قبلاكي وهو ظروفه وحشه وكان عليه ديون كمان وكمان ده على اساس ان انت والعياذ بالله حاجه مش مظبوطه. وهو عليه قضايا نفقه ومشاكل وعيال وشغلانه ووجع قلب. انت قلتي لي عندك كام سنه؟ 24 سنه. 24. عليكي من ده بكام؟ بتحبيه مش كده؟ جدا. اه جدا. انت من شويه قلتي لي لا انا اتعلقت بيه، انت بتحبيه جدا. صعبان عليكي ولا بتحبيه؟ لا بحبه. طيب حلو قوي. اللي بتحبيه ده ما عرفش يقف وقفه راجل ويجي ياخدك. هي دي الفكره بقى. خلاص شكرا. يبقى انا لما احب احب راجل. راجل يحميني. راجل يصني. راجل. بس انا برضه مش عارفه يعني الزون بتاعك دي لسه. ما احنا لسه بنتكلم في جزء جزء. النهارده انت بتحبي راجل يصونك ويحترمك ويشيلك ويفرحك ويكبرك ويحسسك بالسعاده. لان الحياه مليانه هموم، ما تبقاش هموم الدنيا. وهموم البيت، فاحنا يعني يبقى في حاجة ألطف من حاجة. دلوقتي أنتِ بتقابليه في الشغل في المحكمة، أنتِ محامية؟ حلو قوي. شغلك كله في نفس المحكمة، ما هو مصر مليانة محاكم، يعني مش معقول كل قواضيكوا في محكمة واحدة. الأغلبية في محكمتين. أنتِ في محكمة الأسرة يمكن مش كده؟ الأسرة ومدني بقى وحاجات زي كده وجزء الكلام. طيب. أول حاجة ما تمشيش تدوري عليه في المحكمة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين لو قابلك في المحكمة في أي شكل من الأشكال، أهلا إزيك يا أستاذ أخبارك إيه وبتاع، أستاذ إيه ده هو في إيه اتغير؟ بقول لك إيه لما تبقى تحل مشاكلك مع أهلك تبقى نرجع نتكلم. إنما لو سمحت دلوقتي الناس بتتفرج علينا وأنا بنت وليا سمعتي ولو سمحت مش عايزة حاجة تأذيني، أنت لو بجد بتخاف عليا يبقى لو سمحت ما تقربش مني طول ما إحنا مفيش بينا وبين بعض علاقة. ده الكلام الأصول. مظبوط. حلو؟ وتبتدي تشوفي حياتك وشغلك، ما تمشيش تدوري عليه، لانك طول ما انت هتمشي تدوري عليه انت عماله تفكري اكل شرب زعل فرح استحمى ما استحماش دقنه طويله ما حلقهاش شعره منكوش ما سرحوش. لا ليكي حياه وليكي دنيا وعندك قضايا وعندك مستقبلك. انت ممكن في يوم من الايام تبقي محاميه كبيره جدا وليكي قيمة وقامة ومكتب وعندك بدل المحامي عشرة بيشتغلوا في مكتبك لو ركزتي في حياتك. انما لو هتقعدي تلوشي في يمين وشمال واصل انا ما لقيتش فده جه واصله ما عيل واصل امه مش عايزه ومراته رافعه عليه قضيه نفقه واحنا في المحكمه دي هرجع اقول الكلمه اللي قلتها في اول حلقه دي لطلطه وما فيش حد عاش في لطلطه وكمل. يا غرق يا خسر يا ضيع فلوسه يا ضيع حياته يا ضرب وشه بالاقلام وقال يا ريتني ما عملت في نفسي كده. قرار قرارك. انا حطيت قدامك الصوره وانت شايفاها. يا تنتن يا تنتن. لا تقاس بالسنين فثواني السعادة القليلة التي تسرقها من الزمن قد تغنيك
لسنين طويلة. لسه بنتكلم في الحب وحلقة النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 116 نجوم FM في أنا والنجوم وهواك. ازيك يا أسامة؟ أنا بحب واحدة اسمها فاطمة كانت شغالة معايا في مطعم وهي بنت كويسة. هي مشيت من الشغل علشان كان بعيد عن بيتها وأنا نفسي أقول لها إن أنا بحبها قوي وأقول لها أقول لها إزاي، بس إحنا بنكلم بعض كل يوم وقريبين من بعض بس لسه ما قلت لهاش إني بحبها وهي حاسة إن أنا بحبها. حقق لي أمنيتي، هي سمعك دلوقتي وقول لها إني بحبها على الهوى، هي هتحبني. أقف وقف جنبي والنبي يا أسامة أرجوك تقول الرسالة على الهوى وتبقى سهلت عليا مشاوير كتير أرجوك. ما تتكسفش إنك تروح تقول أنا بحبك، أو أنتي مش لازم أنا بحبك، مش لازم الحب، لا ممكن تقول لها على فكرة أنتي حد غير كل الناس اللي قابلتهم في حياتي وكل الناس اللي عرفتهم، بحس إن أنتي إنسانة يعني مختلفة وجميلة ومحترمة وبجد حد مختلف خالص، ويعني انا شايفك بشكل تاني خالص ومش هعرف اقول اكتر من كده وانت اكيد فاهمة. خلاص هي فهمت، شكرا يا معلم. هتقول لك خلصت، شوية ذكاء اجتماعي يعني موضوع يخلص في بلاش بقى اقول بقى احسن. يقول لك وصامو دي بيعلم الناس الكلام كده يعني. مساء الخير يا أستاذ أسامة، بلاش اسمي علشان هي متابعة البرنامج. أنا من المنوفية 23 سنة، من 5 سنين كنت بحب واحدة قوي وهي بتحبني. استقرينا ان احنا لبعض، قعدنا مع بعض سنتين، اكتشفت ان هي تعبانة بالمرض الوحش. المهم بعد ما عرفت بعدت عني وما بقتش عارف اوصل لها، ورحت لها البلد عندهم ما عرفتش اوصل لها، وصلت لصديقتها وقالت لي ان هي مش عايزة تكمل وربنا يساعدك والكلام ده. المهم انا قعدت 6 شهور واهلي خطبولي واتجوزت، ودلوقتي بقى لي 2 سنين. المفاجأة بقى ان هي لسه معاها رقمي وكلمتني امبارح وقالت لي غصب عني كان صعب اني اخف وكده وعايزة تشوفني، وانا تعبان من ساعة مكالمتها ومش عارف اعمل ايه. انت حطتني في مزنق. اول حاجة ان انت اتجوزت خلاص، انت دلوقتي لو قلت لها لا مش هقدر اجي اشوفك يبقى انت بتكسر بقلب الست العيانه او البنت العيانه اللي الاعمار بيد الله، فالموضوع ده جواك غير ان انت كنت بتحبها، ما انت جريت رحت لها البلد، دي حاجه. بس انت متجوز، لو رحت تشوفها يبقى انت كده عملت حاجه غلط. طيب ما تخلي المكالمه على قد التليفون، قول لها انا دلوقتي راجل متجوز، و انت لو كنتي اتجوزتي في يوم من الايام ما كنتش هوافق اساسا ان انا اشوفك كنتي متجوزه، وانت لو كنتي اتجوزتيني ما كنتيش هتوافقي ان انا اروح اقابل حد من وراكي، فانا مش عايز اعمل الغلط. لو في اي حاجه اقدر اساعدك بيها، اي حاجه عايزه تفضفضي معايا تحكي لي حكايه، عايزه اي حاجه اسمعها، بس برضو انا كده بقول لك افتح على نفسك باب ممكن يعني يجيب الريح اللي بنقول عليه سد واستريح. هي كان قرارها انها ما تكملش معاك وانت خلاص ارتبطت وكملت، ما تعيش متقطع بقى. انا عارف ان الموضوع صعب وحساس، ولكن ما تعيش متقطع، حاول تظبط الدنيا بحيث تخلص الموضوع بشياكه كده. كم قرأت عن السعادة، ولكني وجدت السعادة الحقيقية في القرب من الله. صباح الجميل يا أستاذ أسامة عبد الرحمن القذافي. مفيش أجمل من كده، مفيش أجمل من إن الإنسان يكون على علاقة بربنا، مش قريب بس. على فكرة في فرق كبير قوي من إنك تقرب من ربنا وإنك تبقى على علاقة بربنا. إنك تقرب من ربنا إنك تقعد تصلي له وتدعي له وتعمل الفروض وكل حاجة، تمشي وتصوم وتزكي وبتاع، ده إنت بتقرب من ربنا. الأجمل أن يكون هناك علاقة مباشرة بينك وبين ربنا، تكلمه ويرد عليك. ويرد عليك ربنا إزاي؟ يرد عليك بمواقف وبأفعال ويعني
يلبي لك رغباتك وطلباتك ويسندك ويساعدك وتكلمه تاني وتسأله في الموضوع الفلاني يعمل فيه ايه، فتلاقي الموضوع اتفتح وتلاقي فيه علاقة كده. العلاقة دي لما تنمو بينك وبين ربنا هتبقى اجمل بكتير من القرب من ربنا، لان العلاقة مع ربنا هي قرب وعلاقة شخصية بينك وبينه، فبتبقى جميلة جدا. صباح الخير والسعادة عليك يا أستاذ أسامة، ربنا يسعد قلبك وحياتك يا رب دايما بالعيون أفرار. مرسي على الدعوة الحلوة دي. العمر مجرد أرقام، الموت عمره مكان، بالسن بيتقاس بحلاوة الأيام وقلوب تخلص لك وتحن. الله عليك يا محمد، محمد أبو راشد الأخضر. حقيقي لأنه بسمعك دلوقتي بفتكر لثواني لما كنت في اعدادي وبسمعك وانا قاعدة على سريري مع الراديو الصغير وبسرح في كل كلمة بتقولها، وكان ببقى في قمة سعادتي دلوقتي وبعد اكتر من 15 سنة بفتكر اللحظات دي ومبسوطة قوي من لبنى. ربنا يخليك يا لبنى، مرسي ليكي خالص. فعلا والله عندك حق، يا احلى اس من غادة البنا. حاضر، معلش انا اعذرني النهارده استاذ ابو سفيان. صباح الخير يا دكتور، عايزك تقول لبنوتي حبيبتي ان شاء الله اكيد ربنا هيكبرها ويعوضها، ويا رب اختها تشوفها بكره ماما صحر، يا رب يخليها لكم ويفرحك بيها. طيب انا بقرا من اجهزه كتير يمين وشمال وكده. ازاي حضرتك، ريت تقرا رسالتي. انا ما ارتبطتش قبل كده الحقيقه، ودخله سنه ثالثه كليه في اخر ترم، وسنه تانية اتعرفت على شخص في الكليه بالصدفه البحته، حقيقي كان بسبب فولو، واكتشفت اننا سوا في نفس الفرقه وكده. المهم والمختصر قعدنا 7 شهور حرفيا بنتكلم كتير، وعرفت اتعرفت على اصحابي بقى واحد مننا، وهو كان دايما بيتكلم وبيهتم بيا ويدي ميكس ثينجز، ميكس ساينز، يعني بيديكي حاجات مش مفهومة كتير مش مفهومة، بس انا كنت حاطة عقلي قدامي علشان ما تعلقش بيه. الشهر السابع ده من كلامنا قلت له ليه لا، ما اديش لنفسي فرصه استلطفه، وهو لطيف وبيشجعني دايما، واوقات كنا بنذاكر سوا وتقدر تقول كنا بيست فريندز. المهم اكتشفت فجاه انه ارتبط ببنت كده من مده قصيره قوي، وحتى ما جاش قال لي، انا ما كنتش هعترض، كنت هحترم صراحته اننا هنبقى في بينا حدود، بس انا كنت عايشه خيالات مع نفسي ان هو لطيف وهو كمان مستلطفني وكل الكلام ده، هو اصلا ارتبط وما قالش. المهم دلوقتي حرفيا شخصية تانية، انا بجد بقول الشخص اللي اتعرفت عليه مش هو دلوقتي، في فرق كبير، ومن ساعة ما ارتبط بقى لنا شهرين مش بيكلمني، مع انه قال اكيد مش هيقطع. وكل الكلام ده انا دلوقتي اتخطيت الموقف شوية، ولكن لسه بفتقده من وقت للتاني، ولسه حاسة اني مش فاهماه، منين كنت بترميلي كلام غريب عاملني اهم حد في يومك وخلتني احس ده، ومنين فجأة تقطع كده. الفكرة اننا لازم نتعامل قوي في الكلية في شلتنا، وحاسة انه بقى في حاجز بسيط كده، انا حتى مش عارفة هو انا حبيته ولا معجبة بيه ولا ايه، بس هو في حاجة حصلت من 7 شهور دول انا مش فاهمهم. بصي، انتوا كنتوا صحاب وبعد كده قلت يدي لنفسي فرصة، طب ما حاول استلطفه في الفترة دي. هو برضو كان برضو ممكن يكون شايفك عادية جدا ومستلطفك، لان اي واحد فينا بيتعامل مع بنت غير لما بيتعامل مع ولد. خلينا نتكلم بصراحة، يعني حتى نقول لك المساواة، والواد زي البنت والبنت زي الواد، والحياة كول ونايس واحنا بس فرنز، برضو البنت ليها اعتبار اخر. حاول يبقى لطيف، بيحاول يبقى لذيذ، يحاول يقرب لما يلاقيك متضايقه ايه مالك وبتاع، انما صاحبه لو متضايق مالك يلا في ايه انت هتخنقنا بقى، ما تفوق كده لنفسك وبتاع، ده شكل ولدين مع بعض، ولد وبنت. فممكن هو كان بيست فريند وكل حاجه ومستلطف ان هو عنده اصحاب بنات، لان يعني شيء لطيف ان انا يبقى عندي اصحاب بنات، يا واحد طايل.
فانت بدات تقربي، ظهرت له واحده كهربت له حياته وقال هي دي، لان ما كانش في مشاعر حقيقيه تجاهك. انت لازم تصرحي نفسك بالواقع ده، ان انا فعلا كمان ما كانش في مشاعر حقيقيه تجاهه، انا كنت بزق نفسي عشان اسلطفه والموضوع كان لذيذ. خلاص بقى اخلص ما تخنقناش، اسمها كده يعني. ولو في صداقه ما بينكم خلي الصداقه في حدود الصداقه قوي، ان احنا نقرب من بعض قوي، وما تنتظريش منه انه يرجع زي زمان خلاص، وانت مش عايزه. حتى لو هو حاول حط انت باريرز بقى بينك وبينه كده، حدود، لا مش هينفع نرجع زي زمان تاني. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه ايوه مساء الخير. مساء النور. اتربي. انا قلت ما ينفعش اقول اسمي. ينفع ما تقوليش اسمك. ايوه انا عندي 27 سنه متجوزه من معايا 3 اولاد. ربنا يخليهم لك. هما سنهم قريب من بعض، في ولدين سنهم قريب من بعض. اه. وكنا متجوزين على حب يعني فترة كبيرة قوي، وشكل مع أهلي وكده ولغاية لما وافقوا. وجيت من فترة كبيرة قوي نقلت من المكان اللي أنا كنت قاعدة فيه، وجيت قعدت في بيت عيلة. بيت عيلته هو؟ أو. طب إيه اللي خلاكوا تنقلوا طالما كنتوا عايشين ومستريحين؟ كانت ظروف يعني، هو كنا عايزين أوصل ظروفه في شقة مش تبعنا، كده قعدنا في شقة تانية فوق مامته. وبعد كده فتحوا مكان اللي تحت البيت شغلي وكده، تحت البيت عندنا. فبقى بيشتغل في نفس المكان وطالع نازل ببيت اخواته ومامته والبيت وكده. تمام. بس ابتديت الفترة دي طبعا بين قريبين من بعض اكتر عن الفترة اللي كنا فيها ساكنين في السكن القديم. بيتعرف عنه حاجات كتير، بيتعرف ان هو بتاع بنات وبيكلم بنات واخبار بقى كتير كده يعني. ايوه ده بعد قد ايه من الجواز؟ بعد تاني جواز يعني، قول بعد 6 سنين. بعد 6 سنين انت اكتشفتي ان هو كان بتاع بنات؟ اه ان هو كان بتاع بنات وعلاقته كتير وبيكلم، وكان فترة كبيرة انا كان بيكلم واحدة صاحبتي. صاحبتك؟ اه دي الحاجة الوحيدة اللي انا يعني شفتها فيه وعرفت وحصل بينا مشاكل. لو بيكلم صاحبتك دي هو عارفها عن طريقك طبعا. هي كانت صاحبتي وزميلته في نفس الوقت، وكانت زميلة صاحبه يعني. طيب بيكلمها على اساس ايه؟ عاملين مع بعض علاقة وحب، وكان عايز يتجوزها عرفي. وانت اكتشفتي ده؟ اه. ده بعد ما اتجوزك؟ بعد ما اتجوزني بسنتين. والموضوع ده انتهى وتمام، مفيش حاجة تاني وانا هتغير وكلام ده. بعد كده جيت الفترة دي بقى مشاكله كتير، كل شوية الاقيه بيكلم واحدة. الموبايل بتاعه ما اعرفش الباسورد بتاع موبايله، قلت ان انا احاول اركز معاه لغايه لما عرفت الباسورد بتاع موبايله. لقيت ان هو بيكلم واحده متجوزه وعامله مشاكل مع جوزها وعايزه تتطلق، وبيتفقوا زي ما بيتفقوا ان هم يعني هيتجوزها ويجيب لها شقه وكده. هو مستريح ماديا قوي يعني؟ اه مستريح ماديا. بس جيت واجهته قبل ما واجهه، اخدت فويس من على الموبايل بتاعه وبعته عندي عشان ما ينكرش ويجي يقول لي لا مفيش الكلام ده. وجيت واجهته واقول له ايه ده ومش ايه ده، قال لي لا مستيشي مش انا. قلت له ازاي مش صوتك ومش انت يعني، عيني مش عارف صوتك ده كذا فويس بصوتك وهي انت بتكلمها. قاعد ينكر يقول لي لا ومش لا، قلت مصممة ان انا عايزة اتطلق وانا متأكدة ان انت وانا عايزة اتطلق مش ينفع انا معيش كده. زي مش عامل حاجة، لا انا ما عملتش حاجة عشان تعملوا المشكلة دي كلها مش انا. قلت له طيب خلاص اوكي ماشي، ويعني خليني معاك للاخر، خليني زي ما بقولك مع الكذاب للاخر. المهم جيت رحت كلمت البنت دي، قلت لها انت كده بتخربي البيت، انت ان هو عنده 3 اولاد وانت عندك بيت انت كمان بتخربيه، وهو مش هيتجوزك اصلا وعلاقته كتير. المهم قالت لي انا مش بكلمه هو اللي بيكلمني. يعني انكاره هو انكر ان هو بيعمل كده خالص، ولكن انت بالمكالمه دي اتاكدتي ان هو بيكذب عليك؟ وانا كده كده اصلا متاكده ان هو بيكذب عليا. بس المهم لقيتها ثاني يوم بعد ما كلمتها، لما تحت في مكان بتاع الشغل بتاعه بقول له ايه اللي جابها،
بقول عشان متأكدة ما فيش حاجة ان هي عايز يعني زبونة بتيجي تشتري حاجات وبتمشي بتقول لا ما فيش الكلام ده. ما قدرت يا جماعة مع بعض مشاكل وما بنتكلمش وقلت انا عايزة انفصل ومش عايزة ان هو ينفصل عني. المهم جيت قلت له طب انا هقول لجوزها ومش هقول لجوزها، انا كنت بهدده مش اكتر يعني انا مش هعمل كده. وبعد كده عدت فتره فضلت قاعده ساكته وفضلت ايه قاعده ما تخربيش على نفسك ومامتك قاعده ما تخربيش على نفسك ودي نزوه هتعدي تمام. فضلت قاعده هاديه شويه وخدت بعضي وسافرت بره، سافرت خدت الاولاد وسافرت شويه قعدت اسبوع وجيت. المهم لما جيت جالي تهديد من ناحيتهم، الناس دي جالي تهديد من ناحيتهم. من ناحية مين؟ من ناحية ناحية البنت اللي هو بيتكلمها، عشان هي عرفت ان انا بسأل عليها وان انا عرفت التهديد منها هي ولا من عند جوزها ولا منين؟ من عندها هي. هددتك بايه؟ هي عرفت ان انا ماسكة عليها سكرين شوت وماسكة عليها بويس. وبعدين؟ فبتهددك بايه بقى؟ بتهددني بقى ان انا لو شفتك في الشارع يعني هضربك هبهدلك. بس هي بيكحبك حقوي. تمام. مامي ما جيتش قلت له، ما كل ما اقول له على حاجه بتحصل ما بيصدقني. طب وبعدين بس المواضيع عملت توسع قوي، وصلت ليه في النهايه؟ المهم راح جه قلت بيكلمني بيقول لي ان انا اتصلت بجوزها. ما انا قلت لجوزها قلت له مش الكلام ده. ماما هي شكلها عامله حوار ولا ما اعرفش عامله ايه. وانت عايزني ان انا اكلم مامتها؟ مامتها بتزعق معايا وبتقول انت بتكلم بنتي ومراتك بتخرب. وعايزك انت تكلمي مامتها بتاع ايه؟ ان انا اقول لها لا انا ما كلمتش جوز بنتك وان انا ماليش دعوه بالعلاقه دي خالص ومفيش الكلام ده. ماما فضلت رافضه وفي الاخر فضل اللي زعق معايا وقال لي انت لو ما عملتيش كده يبقى انت اللي عامله المكالمه دي. قلت له لا هو ده اللي هيريحك، وقال لي انت هتعملي لي مشكله وهتجيبي لي مشاكل. قلت له ده اللي هيريحك ان انا اكلم مامتها عشان تزعق. وكلمتي مامتها؟ كلمتها. مامتها فضلت تتكلم بعد كده تقولي خلاص انا اثبت ان انت مريضه، مرضك على جوزك و ايوه وبعدين انت بتغيري على جوزك ومرضك على جوزك، انت اللي عامله الحوارات دي كلها، عامله القصص دي كلها، بتكلم قصص ان بنتك بتخرب على بيتي مثلا. المهم بص عشان ما اخش في تفاصيل، كلمتي مامتها وما اقتنعتش خالص باي حاجه وحاطه في دماغها ان انت برضه اللي عملتي كده. برضه انتهى العلاقه بينك وبين جوزك على ايه؟ بس هو انا خليته انه يرمي عليا اليمين، رمى عليا يمين الطلاق، ومش اول مره انه يرمي عليا يمين الطلاق. المره الكام؟ كذا مره. ما تحدش؟ لا ما فيش حاجه اسمها ما تحدش، هم ثلاثه. ما هو مش فرح يرمي عليا يمين، يرمي عليا يمين الطلاق ويجي يقول لي معلش انا رديتك، وانا ما بشوفش ان هو ردني. ما فيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها دار الافتاء، ونروح هناك في شيوخ اجلاء يقولوا لنا إذا كان ردك ولا ما ردكيش، إذا كان ده يجوز ولا ما يجوزش، علشان ما تبقيش عايشة معاه في الحرام. ما بيعملش كده، كل مشكلة بتحصل وأنت بقى عايشة معاه في الحرام عادي. لا هو أنا دلوقتي مش عايشة معاه في الحرام، هو رمى عليا يمين الطلاق ورحت وقفت مامته وقلت لها، ورحت لميت له هدومه ونزلت على عند مامته قلت له ما تخشش البيت عندي هنا لغاية لما تطلقني رسمي. وأنت دلوقتي قاعدة في نفس البيت، بيت العيلة اللي هو بيتهم، لحد ما يطلقك رسمي. أنا قاعدة في شقتي. هو ليه هو كل واحد ليه شقة قاعدة في شقتي، بس قاعدة في شقتي وهو ما بيطلعش عندي، بس لما بيشوفني نازلة أجيب حاجة ولا نازلة أعمل أي حاجة تحت في الشارع وأنا عندي أطفال، لا ما تنزليش ما شافكيش في الشارع. طب أنا معاش. طب ما تاخديش ولادك ليه وتروحي لأهلك؟ وأنا أهلي أنا أطفالي صغيرين وأهلي مش هيستحملوا دوشة الأطفال وأنا مش وأنتي هتروحي هتفضلي قاعدة في بيت العيلة نص متطلقة؟ ما هو انا لو انا كذا مره سبت بيت اهلي، سبت البيت عندي هنا. هو يا بنت الناس انت النهارده لو اتطلقتي ودي الطلقه الثالثه يبقى مش هيرجعك غير بمحلل، وعشان يرجعك بمحلل ده مش هيحصل، هو ممكن ما يقبلش ده، ولو قبل ده ورجعتي بمحلل هترجعي انت اساسا مش مستنضفاه، ولا هو هيرجع مستريح لك والدنيا هتبقى راجعه مش مظبوطه. هو مش مقتنع ان انا خلاص ان انا مش عايزه العيشه دي، مش عايزاه. مش مقتنع. طيب هو مش مقتنع بكده. حضرتك قبل ما يقتنع وما تقتنعيش ولا اي حاجه، انت تروحي دار الافتاء تسالي شيخ هناك يقولوا لك انت طلقتي ولا ما اتطلقتيش، وكده تعتبر كام طلقه، وكده انت عايشه في الغلط ولا عايشه في الصح، قبل ما تاخدي اي قرار في اي حاجه. ولو قالوا لك ان مش هينفع يرجع
خلاص دي الطلقه الثالثه، تاخدي ولادك وتمشي تروحي عند اهلك، اهلك مش هيستحملوكي، تدوري لك على شغل وتشوفي لك حياه علشان تقدري تصرفي على اهلك. انما عايشه في عك لا ليه اول ولا اخر، ده ما ينفعش. اول حاجه بقى قبل الكلام اللي انا قلته لك ده، انت دخلتي نفسك في مهاترات ملهاش اي لازمه. انت ايه دخلك؟ هو راجل بيعرف واحده ست متجوزه او وانت اكتشفتي يعني قفشتيه. الحل هنا مش ان انا اكلم البنت اقول لها اقول لجوزك ولا اكلم اللي مش عارف ايه ولا اللي انت عملتيه ده عك. الاصول كنت تاخدي عيالك وتنزلي تروحي لابوكي واخواتك وهم يجيبوه يوقفوه قدامهم ويشوفوا له حل. انما انت تتدخلي علشان تنقذي علاقتك الزوجيه بالطريقه دي، انت عكتيها اكتر وقللتي من قيمتك، ان انت صغرتي نفسك انك بتكلمي واحده هو على علاقه بيها علشان تقولي لها بعيدي عن جوزي. ما برضو في مواقف كده مش مظبوطة. وبعد كده هو اساسا مش مثلا غلطة وعدت واحد كان هيقع في الرذيلة وربنا سطر معاه، لا ده عايز يتجوز واخد لها شقة ويعيش ويستمتع في ايه. انا عايز افهم يعني العك ده اخره ايه في الحياة؟ يعني اللي بيعك حياته ده هل هو من الغباء، من الغباء انه يعك في حياته بالشكل ده وعماله تتكعبل وتبوظ وهو شايفها بتتكعبل ويزداد عك ويخرج من نقره يقع في ضحضيره ويرجع تاني؟ الناس ما بتتعلمش، ما بتفهمش، ما بتحسش. يعني الخواجات اللي احنا قعدنا نقول عليهم دول ودول ومنحلين وفاسدين ومدارين على حل شعرهم، ما بيعملوش كده. في منهم خيانات، في خيانات وفي كل حاجة، انما حس ان هو مش هيقدر يكمل مع مراته بيسيبها، حس ان هي مش هتقدر تكمل مع جوزها بتقول له انا عايز انفصل خلاص، وبيحترموا كده بعض. انما اللي احنا بنقوله ده عك لا فيه قبله ولا بعده عك.